صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما أعلمك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما أعلمك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما أعلمك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى صحبه في كل لمحة ونفس
ياس ونفس بعدد كل ما أعلم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به. عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرين يا عمدي رحمة الله سكريان سبقيت مولك راتب العتاس الأسباء والأسلام. Bila kita bersama-sama menghayati sedawat Dariah dan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Salih bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqada bihi al-hawaij wa tulalu bihi al-raghaib wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعددي كل ما عدو من الله. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الغرب وتقضى به
اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الهمين المحصي المبدع المعيد المهيي المبيت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضال نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berbahagia Puan Hajah Datuk Syimah Muhammad Timbalan Setiausaha Menerai Johor Bahru, Ketua Jabatan Ketua Bahagian Al-Fadhil Ustaz Iman Zaid bin Naim, Imam Masjid Pasir Pelangi, seterusnya warga Bandar Raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita sama-sama hadir dalam bacaan Ratib Al-Antas dan Asma'ul Husna. Pada hari yang penuh barakah ini, saya bagi pihak majlis merakamkan ucapan selamat datang kepada seluruh warga Bandar Raya Johor Bahru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini, semoga Allah merahmati kita sekalian di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan majlis pada pagi ini, biarlah kita bersama-sama menghadiahkan Fatihah khususnya kepada Allahyarham Muhammad Nur bin Abdullah
mantan anggota MPJB dari Jabatan Pilihan yang telah kembali ke rahmatullah pada hari semalam. Mudah-mudahan tidak pada Allah, semoga Allah Rahim akan ditempatkan bersama dengan golongan orang soleh dan salihat dunia dan di akhirat. Al-Adil Qabul wa ila khadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semaila arwah ahli al-kubur, jami'il muslimin wal-muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya' minhum wal-amwat, susa ila arruh al-marhum Muhammad bin Abdullah wa usulihi wa funihi wa ma yattasibu ilaihi ajma'in syai'ulillahi lahum al-fatiha. A'udhillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesudah majlis silakan Al-Fadhil Ustaz Iman Zaidan bin Naim untuk mulakan bacaan ratib al-atas dan asmaul husna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat sama-sama berada dalam majlis salatul al-atas dan asma'ul husna. Dan dengan keberkatan ratib kita baca ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua pun kita, dosa ahli keluarga kita, dosa guru-guru kita, dosa pemimpin kita, dosa sahabat-sahabat kita, dosa jiran-jiran kita, dosa muslimin muslimat amnya. Dan kita mohon juga pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri dan negara kita berada dalam keselamatan, kesejahteraan, kerahmatan, perlindungan, dijauhkan daripada segala bala bencana, musibah, penyakit. Dan kita mohon pun juga pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Dato' Bandar, Majlis Bandaraya Johor Bahru, pegawai-pegawai serta warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, diri kita, ahli keluarga kita, pemimpin-pemimpin kita, dikurniakan taufik dan hidayah Allah, dikurniakan kesejahteraan, dikurniakan kerahmatan, dikurniakan perlindungan, dikurniakan pemeliharaan, dikurniakan kejayaan, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, agar dapat sentiasa ibadah pada Allah, bersyukur pada Allah dan insan yang bertakwa. Dan kita mohon juga pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dijauhkan daripada azab neraka, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah serta kejahatan, fitnah dajjal. Dan kita mohon juga pada Allah Subhanahu wa taala, moga dikurniakan rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, umur yang panjang lagi barakah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dikurniakan hidup dalam iman, mati dalam iman, mati dalam husnul khatimah, dan dapat syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon juga pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita di dunia maupun urusan di akhirat. Dan kita mohon juga pada Allah Subhanahu wa taala, moga diberikan kesembuhan, kesabaran jika ada di kalangan kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sesedara kita sedang sakit atau yang sedang ditimpa musibah sekarang ini. Dan kita mohon moga-moga zuriat keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah yang mendoakan kita apabila ketiadaan kita. Dan kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan doa permohonan kita diperkenan Allah SWT. Dan moga-moga air yang daripada kita ini menjadi penawar bagi segala penyakit, sama ada penyakit zahir maupun penyakit batin, insyaAllah ta'ala. Astaghfirullah al-Azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الفاتحة إلى روح والدنا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات كافة عامة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومواله وإلى رسل الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنصاري خذ بالأنفاس ثم إلى رشيد علي بن عبد الله البارس وإلى رسل الحبيب أحمد بن حسن الأنطاس وإلى رسل الحبيب عبد الله بن حسن الأنطاس وإلى رسل الحبيب أحمد بن عبد الله الأنطاس وإلى روح الحبيب محمد سليم وفريق من ضد وشاقهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تأخذنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تأصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تأصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله فلا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا
illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. أستغفر الله، 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 تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى رسلنا حبينا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم يريد درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرار وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبه ويرزقنا عفته ويتوفانا على ملته ويجعلنا في زمرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. الفاتحة إلى رسول الله محمد إلى الله محمد بن عيسى وإلى رسول الله الفاخر المقدم محمد ابن علي فعلوي وصلب فرحم الخوف عليهما أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم إذا شاءت في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وربهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى رسلنا الوحيين بركة الصابر عبد القدم العام فاسأل عبد المرء عبد الرحمن الأنطاس ثم إلى رشيع علي بن عبد الله البارة ثم إلى الحبيب نبي محمد صلى الله عليه وسلم فريم وذل الخوخ عليهم أجمعين. أن الله يغفر لكم ويرحمكم إذا جاءتم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وربهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح والدنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى روح أموات أهل هذه البلد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولد جاد في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وربهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقفل وتبع من كل سؤل ومأمول وصل شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شأن جانية لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين ولطفا على العافية والأنية. أن الله ينور قلوبنا وقالبنا وتغل الهدى والعافية الغنى والموت على يد الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولدي عدنان ولكل نية صالحة وإلى حظ العبد سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا بارك فيه. حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد الإليازين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك نستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعمالك وجوارك وإياك من كل شيطان مريد
وجبار عليل وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متمثله ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا في المصطفى الرسول نظام كل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدادة طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها. أسألك يا من هو الله أسألك يا من هو الله الذي الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو
ya Allah, 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 ya Allah. الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله
المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله الدواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المبسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا
يا الله يا رحمن يا رحيم 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 أستغفر الله العظيم أن أتوب إليه نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا باركا فيه حمدا يا في نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في عدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في عدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في عدد قطر الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وإذا سألك عفاتي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إنا كبرتنا بدعائي وتكفلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا كريم يا وثر يا أكرم يا أحر يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يأتيك ستي عظيم العفية حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم صافي عظيم المن يا مبدع النعم قبل استحقاقها يا ربنا يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رؤفتنا اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك نبيك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأنت عبدك الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود
العهد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ونسألك موجبات رحمتك وسائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبة رشدا. اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تعول في بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا يا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية روفتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تفعل بنا سلف نجاة. اللهم إنا عبدك أبناء وعبدك أبناء إمائك في قضاءك نعصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك. اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تذرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رفيع قلوبنا نور بصارنا وجلاء أذاننا وذهاب همومنا. اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا دخر من لا دخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل. أنت الذي سجرك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وفيف الشجر. يا الله لا شريك لك يا رب يا رب. اللهم إنا نسألك باسمك الظاهر الطيب المركع إليك الذي إذا دعيت بأجابت وإذا سئلت بعطيت وإذا سرحمت برحمت وإذا تفرجت بفرجت. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك باسمك العظيم العظام الكبير الأكبر الذي من دعك بأجابته ومن سألك بأعطيته. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم
علمنا ونعوذ بك من الشر كل ما علمنا من وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجتنا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات البلاء والوباء الغلاء الأمراض والأسقام الفتن والمحن الغفلة والنسيان واذل عنا وعن المشوق والظنون والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام دعواهم يا سبحانك اللهم تحياتهم بها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات